مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المواقع المحلية، ميليشيا الحوثي تعتقل 90 مواطنا حضروا عزاء معتقل سابق. ميليشيا الحوثي تستخدم مختطفين دروعا بشرية بأحد مواقعها بصنعاء. وفي الأخبار المنوعة، قصة شاب جائع أسس شركة طعام قيمتها 100 مليون جنيه استرليني. لا تحزن إلا بإذنها ولا تفرح إلا بإذنها، هذا ما تريد ميليشيا الحوثي إيصاله لكل من يسكن مدينة لم تتحرر منها. وعنوان المصدر أونلاين، ميليشيا الحوثي تهاجم صالة عزاء في ذمار وتعتقل أكثر من 90 مواطنا. وهاجمت ميليشيا الحوثي في مدينة ذمار صالة عزاء وسط المدينة واعتقلت نحو 90 مواطنا بينهم أهالي المتوفي ونقلتهم إلى قسم الوحدة شرقي المدينة. وأفاد شهود عيان أن عشرات المسلحين هاجموا عزاء لأبناء قبيلة الهروج ميفع عنس في صالة الجملي وسط المدينة وقاموا باعتقال المتواجدين في العزاء. وأفادت مصادر أن أهالي المدينة أو أهالي قبيلة الهروج أقاموا مراسم عزاء في مدينة ذمار لقريبهم محمد علوي الهروجي الذي توفي الخميس الماضي بمرض عضال في مدينة مأرب. وذكرت المصادر أن المتوفى كان قد تعرض للاختطاف من قبل الحوثيين في مدينة ذمار في 2016، وظل في المعتقل لديهم قرابة عامين، ثم تم الإفراج عنه بتبادل في منتصف 2018 بعد أن تعرض للتعذيب الشديد، أصيب على إثره بأمراض عدة كانت سبباً في معاناته وسفره إلى الأردن للعلاج، ثم العودة إلى مأرب ثم الوفاة. في انتظار جوازات سفرهم منذ أشهر وعندما كانت في الطريق إليهم تم احتجازها في عدن، واقع مدينة تعز مثير للاستغراب. ففي وقت تحاصرها ميليشيا الحوثي منذ سنوات يمارس في حق أهلها حصار مختلف في عدن. ووفقا لموقع الحرف 28، قائد عسكري الانتقالي الجنوبي يحتجز جوازات السفر الخاصة بمحافظة تعز. وقال القيادي في ألوية العمالقة حمدي شكري، مسلحون تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا قامت باحتجاز جوازات السفر الخاصة بمحافظة تعز. ووفقا لمذكرة رسمية وجهها شكري إلى قيادة التحالف العربي ورئيس المجلس الانتقالي ومدير أمن عدن، قال فيها إن قوات تابعة لمختار النوبي احتجزت طقما عسكريا كان يحمل جوازات سفر خاصة بمحافظة تعز كانت في طريقها إلى المدينة وبطريقة قانونية. وأوضح أن الجوازات تم نقلها بالتنسيق مع إدارة أمن عدن، إلا أن النوبي وجنوده قاموا باحتجازها ورفض الإفراج عنها رغم وجود الأوامر بذلك. كما هدد قائد اللواء الثاني عمالقة بسحب قواته المتواجدة في حدود المحافظة مخليا مسؤوليته من تبعات ما سيحدث. وتتعهد ميليشيا الانتقالي الإماراتي احتجاز أو تتعمد ميليشيا الانتقالي احتجاز أي مخصصات أو احتجاز أي مخصصات مالية أو لوجستية أو عسكرية تابعة لتعز في مناطق سيطرتها، الأمر الذي يضاعف من تبعات الحصار المفروض على المدينة من قبل ميليشيا الحوثي منذ 5 سنوات. أكتوبر فعل لا ينتكس. تحت هذا العنوان كتب فضل مبارك مقاله المنشور في موقع الحرف 28 مضيفا: أكتوبر يظل عنفوان شعب وأيقونة ثورة تحررية مهما حاول المرجفون السعي لاستنقاص أهميتها وفعلها المتجذر في حياة الناس البسطاء الذين أخرجهم فعل الثورة من مستنقعات التخلف والأمية والجهل والمرض إلى رحاب مستقبل وضاء تحققت خلال مراحله رغم كثرة المؤامرات الكثير والكثير من قيم العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والأمن والاستقرار والحياة الكريمة قبل أن ينتكس حلم مواصلة مشروعها المنشود ويقع في براثن سنوات التهميش ومحاولة الإلغاء. إن ما نراه اليوم من محاولات حثيثة من البعض الذين ارتبطوا بعجلة الاستعمار من محاولة إفراغ ثورة 14 من أكتوبر من مضمون فعلها ومحتوى أهدافها إنما هم واهمون، لأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض. وأكتوبر فعل نفع ولا زال أثره ومحتواه ومضمونه نافعا للناس، وإن نبتت بعض الطحالب على بعض جوانب ينبوعه فلا يعني موته أو هلاكه، بل هو سحابة صيف ستنقشع حتما لينبلج الفجر مواصلا رحلته لتحقيق غايات وأحلام الناس البسطاء الذين ربطوا مصيرهم به
بعيداً عن ذوي العاهات المستديمة أو الناشئة حديثاً. وإنه لمن المناسب القول وتوجيه العتب واللوم على قيادات وهامات أكتوبر وكل من أسهم في تفجير شرارته واستمرار إيقاد وهج شعلته من الصامتين خوفاً أو انكساراً أو هروباً أن ينفضوا عن أنفسهم وعقولهم تلك المعيقات ليشكلوا سياجاً حامياً وسراجاً يضيء الناس والأجيال التي لم تشهد ذلكم الفعل، لأن السكوت عن الحق جريمة. لك المجد يا أكتوبر، ولشهدائك الخلود والسلام والسكينة، ولصناعك وصانعي رحلتك وحراسك المحبة دوماً، ودمت لنا وهجاً لا ينطفئ. في موقع عدن الغد عنوان متعلق بالمعتقلين لدى ميليشيا الحوثي والتي نقلت عددا منهم إلى أماكن مستهدفة من قبل طيران التحالف. الحوثي يستخدم مختطفين كدروع بشرية بأحد مواقعه، وينقل الموقع عن رابطة أمهات المختطفين اليمنيين قولها إن ميليشيا الحوثي الانقلابية قامت بنقل 400 مختطف من السجن المركزي بصنعاء إلى موقع عسكري يتوقع استهدافه بغارة جوية. وكشفت الرابطة في بيان عاجل لها أن الميليشيات الحوثية ألبست المختطفين الزي العسكري للقوات الجوية ونقلتهم إلى معسكر الأمن المركزي في منطقة 70 بعد إيهامهم داخل السجن المركزي أنه سيتم إطلاق سراحهم. وحملت الرابطة ميليشيا الحوثي مسؤولية حياة المختطفين بعد نقلهم إلى منطقة عسكرية تعرضت سابقا لضربات طيران التحالف. وقالت الرابطة: لقد فقدنا سابقا العشرات من أبنائنا المختطفين بعد احتجازهم في الشرطة العسكرية بصنعاء وسجن كلية المجتمع بذمار، وقتل خلالها العشرات من أبنائنا المختطفين المدنيين. تكبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة في عقر دارها بمحافظة صعدة خلال 72 ساعة الماضية في معاركها مع الجيش الوطني وجراء غارات مقاتلات التحالف. وسط تقدم القوات والسيطرة على مواقع استراتيجية كانت خاضعة لسيطرة الانقلابيين، طبقا لصحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت: الميليشيات تتكبد خسائر ضخمة في صعدة وسط تقدم للجيش اليمني. ووفقا للصحيفة، فإن الجيش الوطني أوضح في بيان له أنه تم رصد موكب عسكري وتم على الفور التعامل مع الهدف بغارة جوية دقيقة أسفرت عن مصرع قيادي حوثي مع مرافقه أثناء قدومه لتعزيز الميليشيات في المنطقة. شنت قوات الجيش قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع تتمركز فيها الميليشيا الانقلابية إثر محاولة فاشلة للتقدم صوب مواقع الجيش. وفي باقم شمال صعدة ووفقا للشرق الأوسط، سيطرت قوات الجيش الوطني على مواقع جديدة بعد معارك عنيفة مع الميليشيا في قرى قماحل والقحلة والزماحل وآل معيض والجبل الأسود. بعض من سوق الفكر المضلل. تحت هذا العنوان كتب البروفيسور قيس النوري مقاله المنشور في موقع وكالة الحدث الإخبارية. أنتج الموروث الغربي فكرا دعا إلى الحرية والعدل والمساواة وتبنى أساسه الثورة الفرنسية، لكن هذه الدعوات فهمت في الشرق أنها دعوات ذات استطالات عالمية، بمعنى أنها دعوات ذات طابع إنساني ممتد لا تتوقف عند حدود، وهو فهم خاطئ. فتلك الأفكار والدعوات وما نتج عنها من تأسيسات قانونية ومجتمعية صممت أساساً لمعالجة الآثار المجتمعية المدمرة لعصور أوروبية سابقة استعبد فيها الإنسان الأوروبي حتى تحول إلى مجرد سلعة في إطار ملكية الإقطاعي المتحالف مع الكهنوت الكنسي، شأنه شأن المحراث ومكونات الإسطبل من بهائم، حتى حررته النهضة الأوروبية من ربقة الكهنوت وسطوة الإقطاع وأعادت إليه إنسانيته. عصر ما بعد النهضة الأوروبية ثورة مجتمعية جذرية بالمقاييس كلها، لكنها لم تلغي النزعة الاستعمارية المتطلعة إلى خارج جغرافية القارة، بخاصة بعد تطور الإنتاج الكلي الصناعي منه بوجه خاص الباحث عن توسيع السوق، بمعنى أن تلك النزعة ظلت هي النسغ الحاكم والرابط الجامع لمركز السلطة. فالعيون ترنو إلى ما وراء القارة، وبالتحديد نحو ما يمتلكه المتوحشون، نحن من موارد بغير وجه حق. ما دام الأمر كذلك فإن الثروة هناك عبر البحار، ثروة تنتظر مستحقيها ورثة الحضارة. فالحرب على تخوم الشرق وعمقه حرب مقدسة، مثلما هي مشروع تجاري. هي مقدسة تردد صدى مقولات البابا أوربان الثاني وهو يحرض الناس هناك على غزو الشرق في أول صياغة مكشوفة للحروب الاستعمارية،
وعين ذلك البابا ورهطه مركز السلطة على ثروة الشرق. اذهبوا إلى القبر المقدس القدس لتحريره من رجس الكفار وامتلكوا الأرض التي تفيض لبنا وعسلا. القصة إذن باللبن والعسل. في المقابل، هل كان هناك خواء في عقل الشرق ليحتذي بالخطاب الغربي ويقتبسه ليجعل منه بوصلة ومفردات عمله؟ إنها مقولة زائفة تلغي قرونا من حضارة زاهرة، حيث شهد الشرق إنتاجا إنسانيا مؤسسا في العلوم والفلسفة والرياضيات والفنون والطب والهندسة وغيرها. بعد 5 سنوات من سيطرة ميليشيا الحوثي عليها، يا ترى ما وضع محافظة الحديدة؟ تجيب على هذا التساؤل صحيفة العربية الجديد والتي تقول: غالباً ما يجد المرء نازحين من مدينة الحديدة في مختلف المدن اليمنية وكأنهم شهود على ما حل في المدينة الاستراتيجية التي دفعت ثمناً قاسياً في الحرب. في المقابل، لا يكاد يمر يوم دون تسجيل خروقات لوقف إطلاق النار، ما يجعل المدينة التي توقفت فيها العمليات العسكرية بفعل اتفاق ستوكهولم الميدان الأول لأي انهيار في الجهود السياسية الجارية. وفي الذكرى 5 لسيطرة الحوثيين على الحديدة، بدأت المدينة مرحلة جديدة على صعيد جهود الأمم المتحدة للرقابة على وقف إطلاق النار في المدينة، حيث وصل رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجديد الجنرال الهندي أبهيجيت جوها إليها للمرة الأولى ليتولى متابعة اتفاق ستوكهولم الذي اقتصر تنفيذه حتى اليوم على خفض التصعيد العسكري. وعلى الرغم من صمود الاتفاق، إلا أن مصادر محلية أفادت العربية الجديد بأن أصوات القذائف في مناطق التماس تتواصل بوتيرة متقطعة، خصوصا في الأطراف الشرقية والجنوبية للمدينة، ويتبادل الطرفان الاتهامات بارتكاب خروق في ظل وجود البعثة الأممية المعنية بالإشراف على الاتفاق في المدينة. في جولتنا بين الصحف الفرنسية، نطالع من جريدة لوفيغارو: اليمن، الإمارات تنسحب لتخفيف التوتر في الجنوب. قال مسؤول انفصالي إن الإمارات العربية المتحدة سلمت القوات السعودية مواقع مهمة في مدينة عدن ومحافظة لحج في محاولة لنزع فتيل التوتر في جنوب اليمن. وأضاف هذا المسؤول لوكالة فرانس بريس شريطة عدم الكشف عن هويته: الإمارات العربية المتحدة سحبت قواتها من قاعدة العند الجوية ومطار عدن ومحطة النفط في تلك المدينة وسلمتها للقوات السعودية. تضيف الصحيفة التي ترجمت لقناة بلقيس: يدور نزاع مفتوح بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم إماراتيا وقوات الحكومة اليمنية التي تدعمها المملكة العربية السعودية. تعتبر هاتان القوتان نظريا في المعسكر نفسه، وهو المعسكر الذي يحارب المتمردين الحوثيين المسيطرين على العاصمة صنعاء وجميع مناطق شمال البلاد. فقدت القوات الحكومية سيطرتها على جنوب اليمن تقريبا في أغسطس على أيدي الانفصاليين، وقد اقترحت الرياض حوارا بين الطرفين في جدة لتخفيف التوتر الذي قوض الاتفاق بين أعضاء التحالف الرئيسيين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويبدو أن عمليات انسحاب الإمارات ستسهل إبرام اتفاقية بين الانفصاليين والحكومة. الحروب التي لا يريدها أحد. تحت هذا العنوان كتب روبرت مالي مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد وترجمه علاء الدين أبو زينة. لا يبدو أن أحدا يريد الحرب التي تلوح الآن قريبة في الأفق. كان دونالد ترامب قد انتقد بشدة خلال حملته الرئاسية تورط الولايات المتحدة في حروب الشرق الأوسط، ولم يغير لهجته منذ توليه منصبه. ولا مصلحة لإيران في خوض نزاع واسع نطاق تدرك أنه لا يمكنها الفوز فيه، وتبدو إسرائيل قانعة بالعمليات المعايرة بدقة التي تنفذها في العراق ولبنان وسوريا وغزة، لكنها تخشى اندلاع مواجهة أكبر يمكن أن تجعلها عرضة لآلاف الصواريخ. والمملكة العربية السعودية مصممة على الدفع ضد إيران، وإنما من دون مواجهتها عسكرياً. ومع ذلك، فإن ظروف اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط تبدو ناضجة أكثر من أي وقت في الذاكرة الحديثة. يمكن أن ينشب صراع في أي واحد من عدد من الأماكن لأي واحد من العديد من الأسباب. عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، فقد عرف السياسي الأمريكي الديمقراطي البارز تيب أونيل مثل هذه الحالة جيداً: كل السياسة لا سيما المحلية هي دولية. في اليمن تحولت حرب وضعت الحوثيين الذين كانوا حتى وقت ليس ببعيد مجموعة متمردة عادية جداً
لتصبح نقطة مركزية للخصومة الإيرانية السعودية. كما أصبح ذلك البلد أيضاً مسبباً محتملاً لانخراط عسكري أمريكي أعمق، وتحول قمع النظام السوري لانتفاضة شعبية إلى مواجهة دولية تمتص إليها عشرات البلدان، دفعت كلاً من روسيا وتركيا وإيران وإسرائيل إلى حافة الحرب. ولم يقتصر الصراع الداخلي في ليبيا على امتصاص مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة فحسب، وإنما روسيا والولايات المتحدة أيضاً. ثمة تفسير مبدئي لمثل هذه المخاطر. لقد أصبح الشرق الأوسط أكثر مناطق العالم استقطاباً، والتحولات المتعددة التي تحدث في وقت واحد تقريباً يجعل الشرق الأوسط أكثر مناطق العالم تقلباً، وهو يعني أيضاً أنه طالما بقي موقف الولايات المتحدة الإقليمي على حاله فإنها ستظل على بعد مجرد ضربة سيئة التوقيت أو موجهة نحو هدف مهم تشنها مسيرة حوثية أو عملية إسرائيلية مؤثرة بشكل خاص ضد ميليشيا شيعية عن التورط في اشتباكها الإقليمي المكلف التالي. في صحيفة فاينانشال تايمز نطالع تقرير لهبة صالح حول فوز مرشح مستقل في تونس بعنوان غريب على المعترك السياسي يظهر الصفوة في تونس بفوز كاسح في الانتخابات الرئاسية. يقول تقرير الصحيفة إن أستاذاً للحقوق لا يحظى بضيوع الصيت وسط النخبة السياسية ويتقن الفصحى أذهل الكثيرين وحقق فوزاً كاسحاً في الانتخابات الرئاسية في تونس. وقالت الكاتبة إن فوز قيس سعيد ينظر إليه على أنه نأي للناخبين عن الساسة التونسيين، وأن سعيد شارك في الانتخابات كمرشح مستقل وبالكاد شارك في الحملة الانتخابية. وتضيف في التقرير الذي ترجمته البي بي سي أن المحللين يرون في فوز سعيد إدانة كبيرة للصفوة السياسية التي يتهمها الكثيرون بالفساد وبعدم تحقيق طموحات الشعب بعد انتفاضة الربيع العربي. عندما كان تيمو بولدت يعمل خبيرا ماليا في سن 26 عاما لم يكن لديه الوقت الكافي للذهاب إلى متاجر السوبر ماركت، فقد كان يعمل ساعات طويلة في لندن عام 2012 ويبحث عن طريقة مريحة وسهلة تساعده في طهي الطعام وتناول وجبات مناسبة في منزله. وعنونت شبكة البي بي سي قصة شاب جائع أسس شركة طعام قيمتها 100 مليون جنيه استرليني، ويقول حتى لو توفر الوقت للطهي كنت سأخفق في إعداد بعض الأطعمة، إذ أحيانا لا توجد وصفات مناسبة على الإنترنت لإعداد الطعام، لذا فكرت كيف يمكنني حل مشكلتي الخاصة بجعلها أكثر يسرا. ويضيف تيمو أنه أدرك أثناء البحث عن حل لهذه المشكلة أن كل ما يحتاج إليه هو وغيره من فقراء الوقت هو شركة ترسل إليهم في صناديق المكونات اللازمة لإعداد وجبات عادية، ويجب أن يتضمن كل صندوق المقادير المحددة لإعداد الوجبة ووصفة يسهل اتباع خطواتها. وتنبأ تيمو بنمو السوق فاتخذ قرار ترك وظيفته المالية والمراهلة على تأسيس شركة خاصة في مجال تجهيزات الوجبات الغذائية، وأطلق على شركة اسم غوستو. حققت الشركة نجاحا سريعا، ويقول تيمو إن مبيعات الشركة السنوية تتجاوز حاليا 100 مليون جنيه استرليني، وهي تضمن بذلك نفس مستوى الاستثمار. كان تيمو غير قادر على دفع أجر لنفسه خلال السنوات الثلاث الأولى، ويقول إنه تمكن من الاستمرار بالاعتماد على مستويات جنونية من التفاؤل. عن رحلته السياسية وعن الحوار وقضايا أخرى كتب الدكتور ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في عدن الغد. كان الحوار بالنسبة لي مشروع حياة، وأنا أشاغب الرئيس سالمين رحمه الله، وكان مسؤولاً عن منظمة التنظيم السياسي الجبهة القومية فرع عدن، وكنت عضواً فيها ومسؤولاً عن الشؤون الاقتصادية خلال الأعوام 1971 و1975 بضرورة الحوار مع معارضي الجبهة القومية. كان سالمين قائداً يدير التناقضات من حواليه ولا يفرض قناعاته، ربما لجأ إلى ذلك في وقت لاحق عندما اشتدت ضغوط المشكلات. سألته في أحد الاجتماعات لماذا لا يحاور تنظيم الجبهة القومية كل من اختلفوا مع النظام أنذاك؟ هب تجاهي بعض أعضاء لجنة المحافظة، لكن سالمين قال بلهجته المعروفة: كلام بن نعمان صح، بس يقول لنا مع من نتحاور بالضبط.
وهي نفس العبارة التي سمعتها بعد 35 سنة من زملاء في المشترك عندما ناقشت معهم فكرة الحوار الشامل مع مختلف القوى السياسية خارج المشترك. كان لي صديق من شبوة كثيرا ما حدثني ونحن طلبة في جامعة القاهرة عن أحداث كثيرة كانت تجري يوم ذاك في شبوة والتي كان يطلق عليها المحافظة الرابعة. أدت تلك الأحداث إلى نتائج اجتماعية وسياسية سلبية شوهت مضامين الثورة على أكثر من صعيد، حيث ترك الكثير من أبناء المحافظة ديارهم وغادروا. طلبت من سالمين أن يسمح لي بالذهاب إلى شبوة في نفس اللحظة التي أكمل فيها عبارته مع من نتحاور. استغرب طلبي ولكنه لم يسألني لماذا، فقد كان يعرف ما الذي تعنيه شبوة في ذلك الحين. بعد أن وافق اتصلت بذلك الصديق الذي جاء من منطقة درب الفلاحين درب آل بوطهيف، والتقينا في المحفد ومنها تحركنا إلى عتق وزرنا يبشم والصعيد وخورة ومرخى السفلى والعلياء وحطيب والهجر ونصاب وعرمة، ومرينا على كور العوالق في رحلات يومية مضنية، وزرنا بيحان وعسيلان، ووصلنا إلى قريب البلق، وعدنا إلى النقعة وعزان وميفعة وبير علي وعين. سجلت في زياراتي تلك وقائع كثيرة، منها تلك الربوع المهجورة والتي خيم عليها السكون وبدت مبانيها كوشم أخذ الزمن يمحو ملامح خطوطه من على ظهر كف تغضن جلده بقسوة الحياة. في جولتنا المصورة لهذا اليوم صور متنوعة من صحيفة الديلي تيليغراف نتابع. رسوم كاريكاتيرية تصف الأحداث وتسرد القصص وتنافس الخبر والصورة نتابع. ختام الحلقة، نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء.